خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا هالة الحبلاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الفل عليك يا هالة. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا جمانة، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. هنبدأ طبعا بجولة مرورية الأول وبعد كده ناخد جولة سريعة عن أحوال الطقس، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وكالعادة بنبدأ من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد حاليا كثافات مرورية دلوقتي مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. نفضل ماشيين لغاية تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة. عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لغاية طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفجري كذلك الأمر أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات وكورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد. تباطأت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش في اتجاه المعادي أمام سبيرو ووزارة الخارجية. هنروح مع بعض دلوقتي لمحافظة الجيزة، شارع الهرم بيشهد في حركة السيارات بطء وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، وكمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. هتظهر بعض الأحجام المرورية بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول ومتجه للزمالك والقاهرة، ولذلك يفضل سلوك كوبري الجلاء. كذلك الأمر أيضا أعلى كوبري الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة. يشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافة مرورية، لذلك بننصح بسلوك محور رود الفرج. عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت بعض الكثافات المرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفت القادم من الدائري إلى جامعة القاهرة، وممكن طبعا استخدام محور أحمد عرابي. يشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي ولغاية ميدان الجلاء لتباطؤ في حركة السيارات. في بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه للطريق الصحراوي لغاية مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي لغاية حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. هنروح لمحافظة المنيا، في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي ان في سيولة مرورية، وان طريق الشيخ فضل كمان في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. اما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة اطلاقا، اما الطريق الصحراوي الشرقي ففي بعض الكثافات المرورية البسيطة. نكمل جولتنا مع حضراتكم دلوقتي ونروح لمحافظة الشرقية، طريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرورية، وطريق الزقازيق الإسماعيلية الزراعي في بعض الكثافات المرورية. أما الحالة داخل مدينة الزقازيق ففي بعض الكثافات المرورية البسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد المتجه للمنصورة، طريق من العاشر من رمضان إلى مدينة الزقازيق ففي سيولة مرورية ما عدا بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزقازيق. أما الطريق من العاشر للمتجه لمدينة العبور من خلال بلبيس ففي حالة من السيولة المرورية. ودلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد. كمان في أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 21، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 24، وأقل درجة حرارة في كاترين 15 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس والتفصيل بس بعد شوية.